The Egyptian King. أنا محمد صلاح. يوم 3 فبراير 2015 رحت نادي فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور وأحرزت أول أهدافي في مباراة ساسولو وصنعت الهدف الثاني ووصلت معاهم لنصف نهائي الدوري الأوروبي. وفي كأس إيطاليا عبرنا محطة يوفنتوس وانتهت المباراة 2-1 بعد 47 مباراة متتالية على ملعبهم دون خسارة. وفي مطلع الموسم الجديد وتحديداً يوم 6 أغسطس انضميت لنادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة وبدأت مع روما بجوار الأسطورة توتي وبحرزت أول أهدافي ضد ساسولو ولعبت قدام فيورنتينا. ونتيجة تألقي مع روما جالي عرض تاني من ليفربول والمرة دي تعاقدت معاهم على طول وخدت من فيرمينيو القميص رقم 11. وفي يوم 12 أغسطس في مباراتي الرسمية الأولى في الدوري الإنجليزي تمكنت من التسجيل في مرمى واتفورد ومباراتي الثانية في دوري أبطال أوروبا سجلت في مرمى أوفنهايم الألماني وفي مباراتي الثالثة في الدوري سجلت هدف في مرمى أرسنال بعد انطلاقة لمسافة 65 متر بسرعة 10 متر في الثانية. ومن الجولة 11 للدوري الإنجليزي أصبحت هداف البطولة وأكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي برصيد 38 هدفاً ويعد أكبر إنجازتي في الموسم ده هو الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ نهائي 2007 وترشحت ضمن قائمة أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحصلت على جائزة بوشكاش لهدف العام. وفي الموسم الثاني حصلت على الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي. استطعت تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام وساعدت ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه. وفي 14 أغسطس حصلت على كأس السوبر الأوروبي وبعدها كأس العالم وحليت في المركز الخامس للكرة الذهبية وحققت كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ولسه حكايتي مستمرة ومع منتخب مصر. صعدنا لكأس العالم في 2018 بعد غياب تام لست نسخ متتالية وصلنا لنهائي إفريقيا مرتين وكنا قريبين من الذهب بس للأسف الحظ مسعدناش وخسرنا البطولتين وإن شاء الله النسخة الجاية هنرجع لكم بالكاس. في النهاية حابب أقول لكم إن الفشل ليس نهاية الطريق بل بداية لبناء نجاح أفضل. The Egyptian King مو صلاح.